يا رب يكون عيد سعيد عليكم. النهارده عامل فلوج بسيط كده بس لصلاة العيد والدنيا اللي بيحصل فيها. طبعا انا نازل اهو حاطط الهاند فري بس عشان تسمعوني، عشان الصوت هيبقى عالي تحت. يا رب ان انتوا تعرفوا تسمعوني. صلاة العيد بقى وكل سنة طيبين. انا لسه اساسا الفيديو ده هصوره وهطلع اعمل له مونتاج ونطبق وهنزله في نفس الوقت. يلا يلا بينا نروح نشوف. خلاص نزلنا اهو، راح نشوف بقى الناس والدنيا ماشية ازاي. يلا بينا. صلاة العيد وكل سنة وانتم طيبين. معلش انا معرفتش اصور تحت، انا صورت اصلا مشهد تحت كنت بتكلم فيه بس انا معرفتش اتكلم عشان كان الصوت عالي جدا والتكبير والناس. طبعا انتوا عارفين اني في عيد، طبعا معرفتش اتكلم خالص 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 تحت. هو كان ده الفيديو بتاعنا النهارده اللي هو بلوج بسيط جدا 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 صلاة العيد. انا كنت بس عايز اطلع عشان عايد عليكم اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا، واي حد زعلان من اي حد يصالحه. احنا في عيد وكل سنه وانتم طيبين، محدش يزعل من التاني، محدش يكون شايل من التاني، وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. اروح بقى اعمل مونتاج وانزل الفيديو النهارده عشان طبعا انا مسافر وفي فلوجات تانية كتير. طبعا انا مش عايز احرق لكم انا مسافر رايح فين ولا هعمل ايه، بس ان شاء الله هصور لكم حاجات تانية كتير. بس انا عايز الهدية بتاعتي ان طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تفرحوني زي ما انا بعمل اللي يفرحكم، انتوا كمان فرحوا لي وادوني الهدية. والنبي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايكات كتير بقى وشيرهات كتير 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 كتير. نفسي ان انا اوصل ل 2000 مشترك قبل نهاية السنة، ده حلمي دلوقتي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم و كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.